لحضراتكم كمان من مستجدات يعني الامور امبارح تحديدا بالليل، البعثه برئاسه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وصلت تونس بعد رحله طيران استغرقت 3 ساعات ونص تقريبا، ده استعدادا بقى لمواجهه فريق الترجي التونسي. هيكون امتى؟ هيكون يوم السبت الساعه 6 تحديدا بتوقيتنا، 5 بتوقيت تونس، على ملعب رادس. كان في استقبالهم ايه بقى؟ الاستقبال كان جميل ومحترم جدا كريم، ومشهد بصراحه يليق برده بنادي كبير وبدوله كبيره. احنا بنتكلم مصر برده والدبلوماسيه بتاعتها في كل مكان في العالم، الدبلوماسيه الخارجيه بتاعتها يعني في قمه الاحترام، لسياده السفير المصري في تونس ايهاب فهمي وحمدي المؤدب رئيس نادي الترجي كانوا في استقبال البعثه. والنهارده كمان الفريق هيواصل تدريباته، وهنتابع اكيد مع حضراتكم اول باول كواليس البعثه على قناه الاهلي. كل التوفيق لفريقنا مره ثانيه، لكن اللي احنا عايزين نقوله بس فيما يختص باستقبال البعثه، لا كان استقبال رائع جدا. وكمان فكره هنا يعني رئيس نادي الترجي ان هو يكون موجود، ده امر اعتقد الثاني من شانه ان هو يبقى يعني حاصل، لان رئيس نادي الترجي ما راحش استقبل بعثه قبل كده غير مرتين، والاثنين كانوا بعثه النادي الاهلي، واحده 2010 وبنتكلم 2021. فاعتقد هو ده اللي يليق اكيد بكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي. لفته طيبه مفيش شك في ده. وعايزين بقى نفكر حضراتكم بقائمه الفريق اللي سافرت الى تونس استعدادا لمواجهه الترجي التونسي، وهي كالاتي: محمد الشناوي، محمود وحيد، احمد رمضان بيكهام، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، محمود كهربا، محمد شريف عفوا، حسين الشحات، بدر بنون، ايمن اشرف، اليو ديانج، علي لطفي، عمرو السوليه، صلاح محسن، محمد مجدي قفشه، سعد سمير، وعلي معلول، وناصر ماهر، واكرم توفيق، ووالتر جواريا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور اجايي، ومصطفى شوبير. طبعا علي معلول واليو ديانج ووالتر جواريا انضموا بالفعل لبعثه الفريق المتواجده في تونس. بنتمنى كل التوفيق لفريقنا.